نرجع لاخبارنا يمكن نبتدي بتا... اخبارنا بكره اليد الخبر الرئيسي معانا وهو تاهل فريق كره اليد الرجال الى نهائي بطوله افريقيا لابطال الكؤوس واللي بتقام في مكناس المغربيه وفزنا على انتر كلوب الانجولي بنتيجه 34 -30 ألف مليون مبروك التاهل النهائي نهائي بكره ان شاء الله هنقابل الفائز من الناحيه الثانيه جي اس كي الكونغولي ودات سمارة اللي هيفوز منهم ان شاء الله المباراه بتتلعب دلوقتي هنلعبه بكره في النهائي طبعا بنقول لكم الف مبروك جمهور النادي بطوله في بدايه الموسم محتاجينها احنا احنا حاملين حاملين اللقب يمكن ثلاث مرات قبل كده ودي ان شاء الله المره الرابعه وعندنا كمان فرصه جيده واعداد جيد لمباراه السوبر الافريقي اللي هتقام على مجمع الدكتور حسن مصطفى والخبر ده معانا اكيد بعد كده ان شاء الله مجمع الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر ما بين الاهلي والزمالك والمباراه هتكون في 10 سبتمبر فالبطوله دي مهمه مهمه جدا كارقام وكاحصائيات وكلقب جديد بيضاف الى هذا الفريق وكمان مهمه جدا للحاله المعنويه والفنيه استعدادا لمباراه السوبر الافريقي وخليني اقول لكم كمان انه على هامش على هامش البطوله طبعا السيد الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي قدم طبعا بعض الهدايا التذكارية لرئيس الاتحاد الأفريقي منصور أريمو البنيني منصور أريمو وأيضا قدم به صورة طبعا اللي فيها تبادل الهدايا التذكارية وقدم أيضا بعض الهدايا التذكارية لرئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد طبعا ده بروتوكول لا يعني لا يفوت أبدا على الأستاذ العمري فاروق هو يعني يعلم جيدا البروتوكولات في هذه الأمور والنادي الأهلي دائما سباق في هذه الأمور ويترك انطباع جيد أينما ذهب والحقيقه دي حاجه جيده جدا وكنا طبعا فخورين ان النادي الاهلي الحقيقه بيدي هذا الانطباع عن النادي عن مصر طبعا وعن النادي الاهلي